السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في ايبيزود جديد من البودكاست تاعكم احنا فيرسيس هما. اليوم جينا نحكوكم على سوجي طري امبورطون اللي هو البوليتيك في الجزائر. السياسه حاجه معقده بزاف، بصح ماشي شرط نكونوا كبار في السن ولا نكونوا شيوخه باش نمارسوها. هما في الدول الغربيه عندهم رجال سياسيين ولا وزراء مي صغار في السن، يخدموا نورمال، دايرين فيهم ثقه وسقموا بلادهم. كيما بار اكزومبل وزير الصحه تاع لا سويد زيد في 85 عمره برسك 30 سنه، مي هنا في بلادنا كي تلقى في عمره 30 سنه ومازال في لافاك. مي احنا الوزراء تاعنا تلقاهم يا حسره من وقت نابليون. هما في الدول الغربيه الوزراء تاعهم تلقاهم يشبهوا المناصب تاعهم، كيما بار اكزومبل الوزيره تاع البيئه تاع على هولندا صغيره شابه مسراره كيما البيئات على هولندا. مي بينات السياسه بكري ودوكا تبدلت بزاف. بكري كنا نشوفوا زوج يهضروا في السياسه كتبنا بيزار، مي في وقتنا هذا كاع الناس ولات تفهم في السياسه ولات واعيه اكثر، كبار صغار شيوخه. ومن بكري باش تهضر في بوليتيك واعره بزاف، ما كاش الجيري ما سيتش تهضر قدامه البوليتيك وما رياجاش هكذا. والله ما فهمتش شام يهضروا كاع قهمون بالبوليتيك هذا. بكري اللي تهضر قدامه البوليتيك يرياجي هكذا. يا خو وي شفت الفضيحه تاع الوزير اللي دار مهرب؟ اي ما تحوس باصين، ما تهضرليش على البوليتيك، تحب تهضر على البوليتيك اهضر بعيد، تحوس دخلني الحبس. مي دوكا اهضر في البوليتيك حتى تكره يا خو. شفت الفضيحه اللي داروها في الجورنال؟ قال لك الوزير دا دراهم وهرب. ومن بعد يا خو دي جاتك جديده، الناس قاعد يتسرق نورمال. على بكري كنا ما نفهموش في السياسه، مي كنا نفهموا واش كانوا يقولوا السياسيين، ودوكا العكس نفهموا كاع في السياسه بصح ما نفهموش واش يقولوا السياسيين. ما فهمتش علاش السياسيين تاعنا ما يعرفوش يهضروا العربيه، والله ما فهمت. تقول شي مرض عداهم. مي يعجبوني السياسيين تاعنا اشاك فوا يديروا ديسكور يجبد لك على الثوره والمجاهدين باش يلعبوا على لي زيموسيون ويقنعوا الناس، راك فاهم. وقمنا بسياسات استراتيجيه في دائره الخص الخو الخو ساس تحيا المجاهدين اللي ماتوا على البلاد واللي ضحاوا، والمجاهدين لازم دائما نتاثروا بهم ونخدموا بكلامهم. انت غير كلمة المجاهدين يفرحوا، نبدا دائما نحكي على المجاهدين. هي صح الثوره في قلوبنا والمجاهدين الله يرحمهم، مي حروا لنا البلاد ماشي باش كل يوم نبداو نشكرهم، مي باش نخدموا البلاد. السياسه وشنو هي؟ السياسه هي ايجاد حلول ولا دي سوليسيون للشعب بطريقه سلميه وديمقراطيه. كيما هما في الدول الغربيه السياسيين تاعهم تلقاهم كيتناقشوا يهضروا غير بالعقل وبطريقه سلميه. مي هنا في الجزائر كي تشوف حصه سياسيه تحسك شغل السياسيين راهم يضربوا فيها ماهمش يتناقشوا، وين راهي الديمقراطيه؟ دانيرمو كي طاحت السومه تاع البترول السياسيين تاعنا داروا التقشف باش هكذا زعما يسقموا البلاد ويخرجوا من الازمه. مي ما فهمتش، يلغيو كاع مسابقات تاع التشغيل على جال التقشف؟ قلنا معليش. مي يخلوا الحان وشباب؟ والله ما فهمت زعما باش البطال يبدا يزها. مي بارفا السياسيين تاعنا تحسهم يتمسخروا بينا ملي دينا الاستقلال وهما يقولوا لنا الجزائر بلاد في طريق النمو. مي حتى دوكا مازالوا يقولوا لنا الجزائر بلاد مازالها في طريق النمو. في 62 قالوا البلاد راه في طريق النمو، وفي 2015 قالوا تاني البلاد راه في طريق النمو. تما كاين دو بوسيبيليتي، يا طريق النمو طويله بزاف بزاف ولا رانا غالطين في طريق. والله ما على بالي. وباش يكون الشعب له علاقه بالحكومه تاعو ايبا كاين بيناتهم البرلمانيين يفوتيو عليهم هما باش ينقلوا التطلعات تاعهم والمشاكل تاعهم للحكومه ويسيو يلقاو لهم حلول. مي غير هنا في الجزائر تلقى البرلمانيين ما يحوسوش يحلوا المشاكل تاع الشعب، يحلوا المشاكل تاعهم هما. حنا البرلمانيين في الجزائر رانا محقورين، نخلصوا غير 30 مليون، ماناش نطالبوا بزاف، نطالبوا غير يزيدونا 45 ولا 50 مليون الشهريه ماهيش تكفي. نعطيكم مثال التاليه كاع يعيطوا لك دراهمك يروحوا كاع فليكسي باسكو غير لي بيبي لك ماكش كاع لي يعيط. المشاكل في الشعب راه لاباس بيا انا واش دخلني فيك؟ 30 مليون ما تكفيناش عاونونا. هما لي ديبيوتي تاعهم تلقى عندهم نيفو عالي، سي بور سا تلقاهم شبعانين. كيما ديبيوتي تاع لاكيني الفا كوندي عنده شهاده بكالوريا، شهاده دراسات عليا، شهاده قانون العام بجامعه باريس. وجينيرالمون تلقى لي ديبيوتي تاعنا ما يحوسوش كاع للشعب، اونفان غير كي تلحق الانتخابات. ايها الشعب فوطيو علينا ورانا معاكم، سقمو لكم بلادكم، فوطيو علينا، فوطيو. وراهم الوعود اللي وعدتونا بهم، ماشي قلتونا نحققوكم كل المطالب. فانتوما تعرفو غير تشكيو ومن بعد نهضرو، عينا من المطالب تاعكم انتوما. والله في لافان تاع هاد ليبيزود واش تحبوني نقولكم؟ ان شاء الله السياسيين تاعنا يكون حقهم الميساج، وما تنسوش بلي هاد البلاد راهي امانه في رقبتنا. بيس.